في تلمسان أقصى شمال غرب الجزائر تتناثر المعالم التاريخية على أطراف المدينة. لؤلؤة المغرب العربي الكبير قطعة من التاريخ الإسلامي محفور على هذه الأسوار العتيقة. في الأعلى وفوق هذه المناطق الأثرية تطل لالة ستي على قمة الهضبة كحارسة على القلاع والحصون والمغارات التي تعد من روائع الخلق بجمال يسحر العقول. هي موقع استراتيجي هام، موقع سياحي كبير اللي وين كانت السلطات المحلية لولاية تلمسان أعطت واحد الأهمية كبيرة. تعتبر لالة ستي والية صالحة يزورها الناس الصالحين من مختلف أرجاء الوطن. ولالة ستي هي كما لالة مغنية لالة، وهذه عبارة كانت لالة ستي من العصور القديمة. عندي لالة ستي كان الناس كانت ولية صالحة وكانت تقدم خدمات دينية في العصر القديم. هذه المغامرة غير قابلة للتفكير مرتين، وبتواجد كاميرا الغد في تلمسان سنكتشف رونق المكان الذي تسبق سمعته قدم الإنسان. من محطة المصعد الهوائي بمحاذاة حديقة الحوض الكبير الواقعة بقلب المدينة العتيقة حجزنا تذكرة الصعود للقمة. نتوجه الآن إلى منطقة أو هضبة لالة ستي التي ترتفع على سطح البحر ب600 متر. هذه تجربة فريدة من نوعها، أي ستكون سياحية وأيضا من أجل الترويح عن النفس في هذه العربة الخاصة بالمصعد الهوائي بمنطقة من تلمسان إلى غاية لالة ستي. تتمتع هضبة لالة ستي بموقعها الجغرافي المميز، فعندما يصل الزائر إلى الأعلى سيحظى بمنظر بانورامي على المدينة بأكملها بسهولها الخضراء ومبانيها الأثرية فائقة الجمال. تعد لالة ستي من بين أهم الأماكن السياحية التي تستقطب إليها الكثير من السياح من مختلف مناطق البلاد. تقوم الوكالات السياحية ودور الشباب وجمعيات المجتمع المدني بتنظيم رحلات جماعية لطلبة الجامعات والثانويات للاستمتاع بالمناظر الخلابة. جلنا كاع المناطق اللي راهم هنايا في تلمسان، معجبنا الحال بزاف، واليوم رانا في لالة سيتي مقابلنا الضريح طبعا، وكامل المناطق تاع تلمسان ان شاء الله راح نجولوها في هذه الايامات ان شاء الله. من شرق الجزائر إلى أقصى غربها جاءت إيمان بوقفة، وهي باحثة في مجال العلوم السياسية. قطعت مسافة تزيد عن 800 كيلومتر للوصول من ولاية سطيف إلى لالة ستي. لم تكتفي إيمان بالاستمتاع بجمال المنظر والتقاط الصور التذكارية، بل قادها الفضول إلى دخول الضريح. هذه المنطقة الجميلة الخلابة الرائعة التي تعلو مدينة تلمسان على علو 660 متر، تمتاز هذه المنطقة بجمالها الخلاب المطل على هذه المناظر. يلاحظ أن مزيجا بين العمران والمناطق الخلابة الخضراء الخلابة وكذلك الآثار. هذه المنطقة هذه أخذت اسمها من الولية الصالحة لالة ستي، الضريح تاعها موجود خلفنا. هذه الولية الصالحة كانت تقوم بأعمال خيرية لسكان هذه المنطقة، فأبوا إلا أن يقيموا لها ضريحا تخليدا لما قدمته من أعمال وأعمال صالحة لهذه المنطقة. سميت الهضبة نسبة لمرأة تدعى لالة ستي، وتقول الروايات إنها إحدى بنات الولي القطب سيدي عبد الرحمن الجلالي. قدمت المرأة الصالحة خدمات جليلة لسكان تلمسان، فردوا لها الجميل بعد موتها وهي في الطريق إلى الحج بتشييد ضريح يخلد ذكراها في أعلى الهضبة الشهيرة، دلالة على رفعة قيمتها ومكانتها. منذ سنوات هيأت السلطات هذا المكان السياحي، وتم تعزيزه بفندق فخم بمناسبة تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية عام 2011، كما شيدت منارة تتيح للزائرين معاينة تفاصيل المتحف المفتوح على الهواء الطلق.
أما في الباحة العملاقة تتوزع الكراسي والأشجار وتقدم خدمات سياحية للزوار الذين سيكونون على موعد مع ركوب الخيل التلمساني الأصيل. في هضبة ليلة السيما مرحبا بكم عندنا هنايا، نحن عندنا أحصنة نخدموا بهم مع الناس، نركبوهم نديروهم لي فوتو سوفينير هكا ونديروهم جوالات في الأحصنة تاعنا هنايا ونوريو لهم البلايص اللي ما يعرفوش لي توريزم، بلايص هكا في التلمسان هنايا في ليلة السيما، مقام عندنا هنا منارة، عندنا كل بلاصة هنايا حوت بها، عندنا غابات فوق، كاين بزاف بلايص هنا ومرحبا بكم عندنا هنا. مع نسمة الهواء النقي المنعش شتاء وصيفا في أعلى التلة، تجربة ركوب الخيل ستكون بمثابة عناق شديد مع متعة تتوغل داخل جدران الذاكرة لتحجز مكانا لن تغادره. جيت من وهران اليوم باش نشوف ليلة ستي ومدينة تلمسان، عجبتني شابة الله يبارك ورحبوا بينا، بلايص فيها شابين، فيها المناظر خلابة وكاع. ليلة ستي بما توفره من سبل الراحة فضاء تقصده العائلات للاستمتاع بالأجواء وحضور المهرجانات والفعاليات الثقافية التي تنظم هنا بين الحين والآخر. جينا من ولاية تيارت، جينا نزوروا في ولاية تلمسان عاصمة الزيانيين، والحمد لله رانا عجبتنا تلمسان وعجبنا المنشآت اللي فيها. منطقة ليلة ستي جاية فيها ضابط تطل على كامل ولاية تلمسان ما شاء الله. أما بالنسبة للأطفال فشساعة المعلم السياحي تخوله لأن يكون مكانا مناسبا لقضاء أجمل الأوقات واللعب بالدراجات. أنا اسمي مالك ومرحبا بكم في تلمسان. أعجبتني بزاف ليلة ستي، منطقة جميلة. ليلة ستي بتاريخها والقصص التي تحوم حولها وبالبنية التحتية والمنشآت العصرية الجديدة التي تعززت بها جزء لا يتجزأ من الكنوز السياحية التي تزخر بها مدينة وولاية تلمسان. كي تجي هنا تحس روحك باللي راك في بلاد نظيفة، عندها عادات وتقاليد وناسها مضيافين. من المشور إلى المنصورة إلى ليلة ستي تضم عاصمة الزيانيين 70% من الآثار الإسلامية في الجزائر، وهي شواهد مادية تصارع الزمن ودليل قائم منذ آلاف السنين على تعاقب الحضارات بلؤلؤة المغرب العربي الكبير.